لن تمر دون عقاب. هكذا كان رد جماعة الحوثي بالأمس على الضربة الإسرائيلية الأولى من نوعها على اليمن، وهكذا ردت اليوم بشكل عملي. عمليتان عسكريتان أعلن الناطق العسكري للحوثيين تنفيذ إحداها على أهداف وصفت بالمهمة في منطقة إيلات بصواريخ باليستية. قال سريع إنها حققت أهدافها بنجاح، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض واحد منها. أما العملية الثانية فكان هدفها سفينة بومبا الأمريكية في البحر الأحمر، وجهت نحوها صواريخ باليستية ومسيرات، لتعلن بعدها قيادة الجيش الأمريكي تدمير طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر. عمليات تأتي في سياق الرد الأولي للحوثيين على ضربة عدوانية إسرائيلية أشعلت النيران في مخازن وقود منشأة مدنية بميناء الحديدة، وتسببت بسقوط 6 شهداء وأكثر من 85 جريحاً، أصيب معظمهم بحروق شديدة. ضربة كان يريد منها الكيان المحتل حفظ ماء الوجه بعد الاختراق الاستراتيجي لعمقه الجغرافي وتحقيق نصر استعراضي كما وصفه زعيم الحوثيين، أيده تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي بقوله: النار التي أشعلناها باليمن شاهدها الشرق الأوسط كله. العدوان الإسرائيلي على اليمن والنار التي أشعلها في الحديدة لن تبقى هناك، وقد تطال شرارتها المنطقة برمتها، فالحوثيون يرون أنهم في معركة مفتوحة ويهددون بضرب إسرائيل ومنشآتها الحساسة، كما جاء في حديث للناطق محمد عبد السلام. ردود الفعل الإقليمية على الضربة الإسرائيلية متصاعدة، عكستها بيانات الخارجية العمانية، السعودية والمصرية، والتي عبرت عن قلقها البالغ من تضاعف حدة التوتر بالمنطقة والإضرار بجهود إنهاء الحرب في غزة. والمراقب لتطورات التصعيد المتنامي في المنطقة يدرك أن أطرافاً دولية أخرى حاضرة في المشهد، كما تكشف ذلك صحف ووكالات بارزة، لتبقى احتمالات انزلاق المنطقة لحرب شاملة واردة بقوة ما لم تخمد نيران الحرب الأم في قطاع غزة.